بين طواف. انت الوكيل. انا الوكيل تلاقي. بس المشكلة إشني بس إحنا حاليا موجودين بالسوق، فكان قبل السوق يعني سوق السراي أحكي لك، يعني بفانيرات بألبسة جاهزة بمواعين مثلا العطارين، هاي كلها حاليا ما موجودة، فنريد الناس ترجع حتى تكمل، يكمل السوق كله، يكمل ما يظل بعد بينه أي مجال، كل الناس يجي مثل يرجع مثل قبل. شوف وقت الأعياد هذا السوق ما يمشي بيه. كل ما يطلب العائلة الموصلية ومدينة الموصل ومحافظة نينوى وصورة عامة من كل الأصناف، تعرف يعني محافظة نينوى يعني مشكلة أكراد عرب تركمان يزيدية، فكل على في الكرول الخاص بهم موجود في سوق الأقمشة. هو ما بس هذا السوق، يعني هو هذا يعني مركز المدينة، يعني فرد شغلة خلينا نقول يعني مثل التاريخية، الناس تجي تتسوق منه، يعني كل من يجي على هذا السوق يفوت بسوق الفحامين، يفوت بسوق البزازين، يفوت بسوق العطارين مال باب السراي، المفروشات، أهل الفافون، يعني مثل حلقة. بس هسة حاليا اللي موجود عندنا يعني أغلب هاي الشغلات رجعت بصورة جزئية ما عدا سوقنا. نزل. لا طبعا.